أجمل ليالي القاهرة لا تخلو من تناول الطعام في المطاعم الشعبية، بعضها يحمل أسماء غريبة. حاولنا أن نتعرف على خلفيات تسميتها من خلال الحديث مع أصحابها. الله يرحمه والدي كان غاوي، يعني البيت بتاعنا بيت كبير، كان غاوي ربي بهايم يعني وطيور وكده، فطلع علينا البح، عيلة البح، فعيلة بح جاي من كده. ما فيش حاجة في العجل كله ما بتتباعش عندنا، من أول الراس لغاية الرجل لغاية الكوارع، الكوارع والعكاوي والحلويات والدورية والممبار والفشة والطحال والمخ والكبدة والكلاوي والقلوب، ما فيش حاجة في العجل عامة ما بتتباعش عندنا. منطقة السيدة زينب وحدها تجمع بين مطاعم تحمل أسماء مثل بحة والجحش والبغل، بعضها متخصص بالفول والفلافل، وباتت أسماؤها معروفة حتى لدى السائحين الباحثين على الإنترنت. أنت عارف الناس بتوع زمان يعني كانوا يحبوا الأسامي اللي هي التقيلة دي، الجحش والبغل والعبيط والدهود، فكل واحد ومهنته بقى، فكل عيلة مشهورة بكده يعني، يعني الجحش والبغل دول فول، الدهود بتاع كشري كده يعني، والعبيط بتاع فسيخ. بعض الزبائن لم ينكر أن الاسم جذبه في البداية، إلا أن جودة الطعام السبب في تكرار الزيارات. ممكن ما يكونش اسم العيلة خالص لا يمت لي بالصلاة، ولكن ممكن عشان هو الاسم ده هيشد الناس شوية. هي أسامي بتتصايب، بعد كده الناس بتيجي على الأسامي دي وخلاص. أنا ماليش طبعا تعليق على الاسم، أنا برا عني يا جماعة عشان ما تلبسناش مع الراجل يعني. زبائن حاولوا الاستفسار عن سبب تسمية المطاعم، ما حول الأمر لفكاهة متبادلة. طب ايه الفرق بين البغل والجحش؟ فبنضطر ناخد الموضوع بدعابه يعني، اقول الحمار ده غير الحمار التاني. ليت ان الاسماء وحدها سبب للنجاح، لما كانت هذه المطاعم اغلقت ابوابها. تامر نصرت، العربيه، القاهره.